تنضم إلينا من بيروت ماريسا لمحللة مالية في الشرق للأخبار. أهلا بك ماري، دعينا نتحدث بداية عن هذا الإدراج، أول إدراج تصل قيمته إلى 5 مليارات دولار تقريبا في دبي، ماذا يعني بالنسبة للأسواق؟ فعلا مايا، يعني جميع المستثمرين كانوا مترقبين هذا الإدراج، وتحديدا يعني من بعد الدعم والتحفيزات يلي عرضتها الحكومة السنة الماضية وبلشوا هلا يطبقوا فيها. بالنسبة لديوا، الملفت فيها هي مش بس انه اول إدراج حيكون او حجم الإدراج، ولكن القطاع يلي عم تدرج فيه ديوا هو يلي حيستقطب مستثمرين كثير بالفترة اللي جاية. وسبب من الأسباب يلي شفنا عليه ارتفاع بالطرح هو الزخم يلي شهدته البنوك المستقبلة للاكتتابات على الاكتتاب، يعني كان في عنا تغطية مضاعفة عدة مرات على الطرح من أول نهار تم بداية الاكتتاب بديوة، فهذا اللي خلى الشركة إنها تلجأ لرفع قيمة الطرح يلي هن عم بحطوه. كان متوقع إنه قيمة الطرح توصل ل10%، ولكن ديوة فاجأت الجميع، يعني محللين ومستثمرين، برفع على 17%، حيث إنها هي حافظت على 7% تبع الاستراتيجيك انفسترز على جنب لحال، وتركت 10% إضافية للمستثمرين العاديين اللي هن ريتيل انفسترز أو انستيتيوشنال انفسترز. ماري، يبدو أن الشعور الإيجابي في الأسواق، يعني نحن بدبي إن فترة ما شفنا إدراج منذ 2017 تقريبا، بتذكر آخر إدراج كان في سوق دبي، ولكن الشعور الإيجابي موجود في كل أسواق الخليج، ما هي القراءة لهذا على الرغم من أن الأسواق العالمية الشعور فيها ليس إيجابيا إلى هذه الدرجة، ماذا تعني هذه الحركة في أسواق المنطقة؟ هلا الإيجابية اللي عم نشهدها حاليا مايا بالأسواق الخليجية ككل هي إجمالا بالدرجة الأولى مدعومة بأسعار النفط، يعني عم نشوف في ارتفاعات كانت عم نشهدها على أسعار النفط، هلا ممكن إنه عم نشوف نوع من الثبات عليها، ولكن هيدا دعم الشركات ودعم نفسيات المستثمرين. وإضافة إلى كل هيدي العوامل، في عنا الأحداث العالمية الجيوسياسية اللي عم بتصير بين روسيا وأوكرانيا عم تجذب المستثمرين الأجانب أو وغيرهم حتى من الإيمرجينج ماركتس اللي موجودة عالميا أي إلى الإيمرجينج ماركتس اللي هي موجودة عندنا الأسواق الناشئة، فهيدا عم بيضغى، يعني عم بيسبب نوع من زيادة سيولة بقلب الأسواق عندنا إذا بدك بالمنطقة، يلي هو عم بيدعم الارتفاعات اللي عم نشهدها. يعني عم نشوف في نوع من جني أرباح عم بتصير خلال أيام التداول، ساعات التداول خلال الأيام، بس عم بتكون إجمالا عمليات جني أرباح، بس لأنه الوتيره تبع الارتفاعات بتتطلب انه يكون في نوع من تصحيح او نوع من اخذ نفس اذا بدنا نستعمل التعبير لحتى نقدر نكمل بالارتفاعات الجايه. يعني عم نشهد ارتفاعات متتاليه، كان بالسوق السعودي او بقطر او حتى بالامارات بسوق دبي وبسوق ابو ظبي، ولكن بدنا نشوف يعني نوع من هدوء. هلا بسوق دبي الصوره شوي مغايره، يعني عم نشهد هلا حركات البيع اللي عم نشوفها او الزياده باحجام التداول هي من قبل مستثمرين حسوا من الطرح تبع ديوا انه في عندهم حظوظ اكثر من بعد ما رفعت النسبه، انه في حظوظ اكثر لهم يكون في عندهم allocations، فبالتالي عم بيصير في نوع من بيع بمحافظ، بيع اسهم معينه بالمحافظ كرمال لحتى يزيدوا الاكتتابات تبعهم بقلب ديوا اللي هي كثير عاطيه ايجابيه للمستثمرين لفتره طويله مش بس لفتره قصيره، مع اللوك اب بيريدز اللي هي مفروضة على الستراتيجيك انفسترز إن كانت 6 أشهر أو حتى سنة، تعطي دعم للسهم إنه في استمرارية وفي ثبات حيكون عليه مش بس فترة تداول عند إدراج السهم بأول بسوق دبي. طب ماري، هل يمكن أن يعيد هذا نوع من الثقة إلى سوق دبي؟ نحن حكينا مرة قبل أنه سوق دبي بفترة بسبب قلة الإدراجات، بسبب أنه شركات ألغت إدراجها في السوق، كان في مخاوف من قبل الكثير من المستثمرين. نسبة الإقبال كما ذكرت في بداية الحديث على اكتتاب ديوا مرتفعة جدا في دبي، ولكن نحن ننتظر بعد الإعلان عن الصندوق اللي كان أعلن عنه وزير المالية في دبي، كان حكى عن صندوق للاستثمار في سوق الأسهم، رأينا بعض النشاط،
هل يمكن أن نرى عودة الثقة بعد إدراج ديوا، ولا نحن بحاجة لشركات أخرى، أو السوق بحاجة طبعا لشركات أخرى لكي تعود الثقة؟ كله بيعتمد مايا على نجاح الإدراج. هلا مبين إنه في إقبال كتير كبير. إدراج ديوا يعني بحسب التصريحات منا الشركة الوحيدة، يعني في 10 شركات حيتم إدراجها خلال 2022 بسوق دبي. هلا الشركات هي أغلبها يا حكومية يا جزء منها مملوك للحكومة، فهيدي بحد ذاتها تعطي ثقة للمستثمرين. يعني أنت منك عم تستثمري بشركات بلو تشيبس عادية مملوكة من أجانب أو أي شيء، في عندك إدارة معينة لهيدي الشركات، ونحن بنعرفها تاريخيا، يعني انه شركات عندها عوائد وعندها ارباح وعندها استمراريه على مدار السنين. كان هلا الملفت هون انه ديوا ما حتكون يعني ادراج لحاله واحد، يعني حتجي ادراجات متتاليه من بعدها، اضافه لادراجات الحكومه. يعني في صار في عندنا حماس من قبل العائلات الكبيره اللي هي عندها شركات بالامارات، ممكن كمان انها تلجا انها تبلش تطرح بالاسواق الماليه شركاتها او الانفستمنت ارمز تبع الشركات العائليه تبعها، فهذا كمان حيخلق زخم بقلب الاسواق. يعني هي ادراج ديوا بدنا نقول بدايه المشوار يلي ممكن انه ينهض بسوق دبي ويرجع يرتقي فيه لنفس المستويات يلي كنا عم نشهدها مثلا بسوق بتداول او حتى بسوق ابو ظبي خلال العام القطع او حتى اللي قبله. يعني بتخيل من بعد هيدي المرحله حنرجع نشوف استثمارات اجنبيه بزخم بقلب الاسواق، وحنشوف كمان إدراجات أكثر وأكثر وإقبال من قبل المستثمرين بشكل واضح وملحوظ، يعني عم نشوفها بالفوليومز يلي هلأ هالكم يوم صارت عم ترتفع بقلب السوق. شكرا لك ماري سالم المحللة المالية في الشرق للأخبار، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.